من أجل حياة سعيدة هو عنوان دورات مجانية تقدمها إحدى المجلات للمقبلين على الزواج من الجنسين للتوعية من أجل بناء أسر مستقرة. دورة تدريبية مجانية للمقبلين على الزواج من أجل حياة سعيدة، دي كافة المشاركين فيها من الخبراء والمتخصصين مشاركين بشكل مجاني، وأيضا الحضور هم بيحضروا بشكل مجاني. الهدف أساسا من دي إن احنا أساسا نوعي الأجيال الجديدة إزاي تبني أساسا حياة جديدة، إزاي تتغلبي على المشكلات الأسرية، إيه هي سنوات الخطر في الحياة الزوجية، إزاي تفطري على أسس سليمة منذ البداية عشان ما توصليش إلى الطلاق اللي هي طبعا بيعتبر أساسا مشكلة كبيرة. تعتبر العائلة والبيت المكان الذي يعيش فيه الكبار والصغار مع الإحساس بالأمان والمشاركة والاهتمام، فالتفاهم المتبادل والتوافق والمحبة تقوي الروابط بين أفراد العائلة، ومع الاهتمام ببعض الجوانب تستطيع أي عائلة أن تكون عائلة سعيدة. أتمنى أن الناس تبتدي تتعود على هذه النوعية من الدورات، ونبتدي أن احنا لو احنا ده مش موجود لحد ما بعض الأسر نحاول أن احنا أساسا ناخد المعلومة أساسا الجيدة من الخبراء والمتخصصين ونستمع إليهم ونتعرف أساسا إزاي ندير حياتنا وإزاي نختار بشكل سليم في الأول أساسا وفي الآخر. احنا أساسا عايزين نوصل لأسرة سعيدة مستقرة لينا ولأبنائنا. هي دورة كويسة بالذات مثلا الشباب اللي لسه مقبل على الزواج، دي ممكن هي تفيدنا في يعني مش هنقول هي مثلا ممكن تغير يعني تخلينا سعداء على طول، بس حاجة تدينا كده يعني ايه حاجات ان احنا نعرف ازاي نتعامل في الجواز وايه هو الجواز ونتجنب ايه ونحاول، لان معدلات الطلاق دلوقتي بقت كتيرة قوي. يعتبر التواجد من أهم العوامل لتقوية علاقة الزوجين، مع اعتبار كل فرد من أفراد العائلة مساوياً للآخر، فعندما يتساوى كل فرد في الأسرة بالآخر تتوطد ثقته بنفسه ويزداد إحساسه بالأمان والمحبة والسعادة. نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة وحملة معا لمواجهة الطلاق، حملة تبنتها مجلة حواء التابعة لمؤسسة دار الهلال، وهي من المؤسسات الصحفية الوطنية والقومية، واللي من خلالها بنوعي عدد كبير جدا من الشباب بقدسية الحياة الزوجية. الحقيقة الملاحظ في الفترة الأخيرة زيادة نسب وأعداد الطلاق في المجتمع المصري، ومن خلال المؤتمر السادس اللي كان مقام في جامعة القاهرة أشار السيد الرئيس لأهمية توعية الشباب المقبلين على الحياة الزوجية بقدسية الحياة الزوجية، وطبعا ده للحد من نسب الطلاق في الأسر المصرية اللي بينتج عنها عدد كبير من المشاكل الاجتماعية، التفكك الأسري، وطبعا انصلاح الأسرة وهي نواة المجتمع تعني انصلاح المجتمع. تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد العين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. وصباح الخير. صباح النور فندم. الحقيقة إنه مجلة حواء بتتبنى نشاط اجتماعي وحملات اجتماعية كبيرة جدا لمكافحة العادات أو يعني للأسف مشاكل الاجتماعية منها الطلاق. تمام. نتكلم بالتفاصيل أكتر على هذه الحملة اللي تبنتوها وعملتوا فيها شغل جيد. احنا كنا حضرتك المؤتمر السادس للشباب اللي كان في سياده الرئيس من شهر 7 اللي فات او 6 اللي فات، كان دعا لمناقشه الظاهره من ناحيه اجتماعيه، يعني نبعد عن القوانين ونبتدي نشوف دورات للشباب، ناهل الشباب قبل الزواج بدورات تحد من الظاهره، لان الظاهره المشكله كلها مش بعد الزواج او المشاكل اللي بتحصل بعد الزواج، قبل الزواج الشباب بيختاروا مش على اسس سليمه او ما بيشوفوش يعني بياخدوها زي يوم نزهه، يعني احنا ممكن نطلع نزهه يوم ونرجع اخر النهار، هو بياخد الزواج برضه انا عايز اعمل ده زي ما ده مثلا ما
فانطلقنا من كده، من الدعوه اللي دعاها سياده الرئيس، بدانا ان احنا نشتغل على الدورات. نقول ابتدينا الاول بندوه دعينا فيها اساتذه علم اجتماع واعضاء مجلس النواب الدكتوره النائبه ميسة عطوه واستاذه ساميه خضر دكتوره العلم الاجتماع. ابتدينا نناقش مع مجموعه من الاعلاميين، ابتدينا نناقش الظاهره اعلاميا الاول وان ايه السبب يعني اعلاميا. فكان من المناقشات ان دور الاعلام مش ان هو يلقي الضوء على الظاهره، يعني يلقى حلول للظاهره ويحلها، لان هي بقت تنتشر في الدراما المصريه بشكل ان هو عادي. ان يعني ممكن انت احنا نشوف في مسلسل او في فيلم ان دول اتطلقوا وانفصلوا ومفيش مشكله خالص، وحاول الاولاد يعيشوا هنا شويه يعيشوا هنا شويه. ده تاثير، ده جانب. جانب تاني، الدكتوره ميسة كانت او النائبه ميسة عطوه كانت ركزت على الاسره، ان الاسره التربيه الاسريه من الصغر والنشاه هي اللي بتنعكس على البنت والولد، ان هو يحافظ على اسرته. لما يطلع على اسره مترابطه بيحاول تكون الاسره اللي هو هينشئها كمان مترابطه، وان هو البنت لما بترجع لبيت مثلا اهلها، اي بنت طبعا معرضه ان هي تزعل، او الولد يرجع لاهله، فمثلا يكون في دور التقويم من الاسره. الام من نفسها بتبتدي تقول لها دي مش مشاكل كبيره، دي مشاكل صغيره، احنا مرينا بالظروف دي قبل كده وعديناها، طالما الموضوع مش اخلاقي يستاهل الطلاق، يستاهل الانفصال. فلقينا ان في عوامل اجتماعيه بعيده خالص عن العوامل الاقتصاديه. العوامل الاقتصاديه كانت موجوده، يعني لقينا ان هي موجوده مثلا من مئات السنين، وممكن الناس تمر بعوامل اقتصاديه، ما بيحصلش انفصال. الانفصال بيجي من العوامل الاجتماعيه، التربيه والنشاه. وفي بعض المقترحات كانت بوجود ماده علميه في المدرسه تتوافق مع السن، يعني ممكن نبتدي من ابتدائي واحنا بنعلم الاطفال، نديهم معلومات عن الاسره الاول، بعدين الترابط الاسري، بعد كده مثلا تنشا البنت لما تكبر شويه توصل ثانوي او توصل الجامعه، تبقى في ماده ازاي الترابط الاسري، يعني الترابط الاسري هياثر ازاي، وايه تاثير لو انت اخترتي اختيار سيء او تسرعتي في ان انت تختاري مثلا، ده هياثر على ابنائك بعد كده. فتبتدي تعرف مخاطر الطلاق. مخاطر الطلاق تخليها ايه؟ تقيه. وللشاب نفس الموضوع، يعني الموضوع مش نزهه او ان انت هتتجوز بس، لا، انت هتحمل مسؤوليه، البيت ده مش ممكن تهده خالص، ده ابغض الحلال، ابعد حاجه ان انت ايه؟ تعمل كده. انت بتعمل كده لما يكون في استحاله، احنا مش زي ما بتشوف دلوقتي مثلا. وحتى تبعيات الطلاق يا فندم، يعني في بعض الاحيان الطلاق بينفذ، يعني خلاص استحاله الحياه الزوجيه بينفذ الطلاق. استحاله. انما كمان معالجه هذا الطلاق ما بين الطرفين اللي بينعكس سلبا على الاطفال، على الأسرة، دي مشكله كبيره جدا. هو ده اللي بيبص له سياده الرئيس. ولو رجعنا وتمسكنا بالدين الصحيح واتكلمنا على مكارم الاخلاق، هنلاقي ان الست حتى تكرم وهي مطلقه. هيبقى دور على الازهر والكنيسه، وده وفي مبادره، يعني بعد المبادره اللي احنا تبنيناها ابتدت وزاره التضامن الاسبوع ده، احنا عملنا دوره، دعينا يعني 30 شاب، ابتدينا نديهم محاضرات عن البعد الاجتماعي للزواج، ازاي يبقى فيه تأني في الاختيار، ازاي يعرف ان الموضوع ده موضوع مسؤوليه مش وفتره الخطوبه ايه الفايده منها. فتره الخطوبه دي مهمه جدا، ان هي فتره الخطوبه دي مش عشان انا اقول ده انا عايز اتجوز في شهرين، لا لا، حاول حتى لو انت عندك الامكانيات مش تطول قوي بالوقت اللي هو، بس برضو خد لك 7 شهور سنه تدرسوا بعض، يعني لما لو انتوا على البر يعني بعدتوا عن بعض احسن، ما يبقى فيه اولاد بعد كده ويحصل فيه طبعا انفصال. فالدوره كانت مثمره، برضو دعينا اساتذه من علم الاجتماع واساتذه علم نفس وخبراء تربيه اسريه، وابتدوا يكلموا الشباب ويوعوهم، ونفس الكلام ده هيحصل في وزاره التضامن وعن طريق دار الافتاء والازهر، هيكون في دورات. مردود الدورة على الشباب الحاضرين ودورهم بعد كده كمان في المشاركة لانتشار ما ده اللي احنا دعيناهم ليه، يعني هي الدورة هتخلص يوم 4، فالشباب الحاضرين هم ابتدوا يعني يسمعوا من اساتذة علم الاجتماع، يشوفوا ان القضية ابعد من كونها ان ولد وبنت بيحبوا بعض فيتجوزوا، ده موضوع كبير هيتبني عليه اشخاص وحياة بعد كده. فابتدوا يفكروا بصوره تانية، يعني ابتدوا في منهم المخطوبين بيفكروا، مش بيفكروا في يتأنوا بقى في الدراسه في بتاع، بيبتدي يغير من فكرهم، يبتدوا يناقشوا اكتر، يسالوا الاساتذه اكتر عن الاضرار السلبيات بالذات اللي هيحصل للاولاد، ان هو انت فكر قبل اي حاجه في اولاد، يعني انت الخطوه دي هترتب عليها اشخاص بعد كده انت اللي هتاثر عليهم. طبعا. وفي ايجابيه وتقبل، ولما تبتدي تقريبا يعني وزاره التضامن لما تمشي معانا في الخط هي والازهر طبعا، هيبتدي يحصل توعيه اكبر واهتمام اكبر، لان لقينا ان السنه اللي فاتت في 198 الف حاله طلاق 2017، ده رقم خطير جدا طبعا. الناتج عن 198 الف دول كام بقى طفل
مشرف. كان في احصاء يا فندم للطلاق بيتم بعد يعني كام فتره زمنيه او فتره زمنيه قد ايه؟ كان في في ان لقوا ان نسبه في الاناث اللي هي بين ال 30 وال 35 اقصد بعد سنه زواج سنتين ثلاثه اكتر سنه يعني اللي بيعدي عليه سنه بيقل النسبه ممكن يعدي بيقل النسبه جدا والست فوق ال 30 من 30 ل 35 لغايه ال 30 بتبتدي ممكن من 26 ل 30 الانفصال الرجل من 30 ل 35 يعني لما بيعدي المرحله دي بيستقر اكتر يعني الاستقرار بيبقى اكتر فمحتاجه تأني يعني محتاجه تأني ومحتاجه وعي ومحتاجه كمان ان الست خصوصا لما بتعدي سن معين ما تتقبلش ان هي تتزوج يعني علشان انا خايفه من موضوع ان انا اقول عنوسه والكلام ده فانا قبل مش متوافق معايا اجتماعيا وممكن مش متوافق وبعد طب ما انت هتفشلي انا اعتقد يا فندم انه كل ما المراه سنها زاد بقى نضج اختيارها افضل نضج اختيارها افضل بس هي ساعات بتبقى مضطره ده بقى ضغوط اسريه واجتماعيه وان هي حاسه بقى اللي هو الموضوع بتاع ان انا عايزه اكون اسره بسرعه وكده والكلام ده عندي اطفال فتوقع في سوء اختيار فدي من ضمن التوعيه ومن ضمن الكلام اني لا اختاري صح حتى لو سن برضو اختاري صح افضل اصبري افضل ما تاخدي ما تختاري والتعليم لقيناه فارق عند الذكور وعند الاناث يعني التعليم العالي عند الذكور بيقلل النسبه عند الاناث بيزود النسبه يعني مرتبطه بالاستقلاليه شويه والقدره على يعني ان انا اعمل حياه لنفسي دي بالنسبه للست بالنسبه للراجل التعليم بيقلل من النسبه بيعايز يحافظ على الاسره ممكن اكتر ودي كانت من اهم الموضوعات الاخرانيه اللي اتطرقنا ليها في المجله واتطرقنا في المجله احنا بنشتغل اجتماعيا جميع الاحداث الجريئه يعني قرابة حضرتك كنت بتتكلمي في الانترو عن الغاز واحنا كنا عاملين موضوع قريب عن الغاز وان الدولة بتوفر تقسيط الغاز للمواطنين بدون مقدم وده كان توجه للدولة في الكلام ده بحيث ان هي هتعمل اكتفاء ذاتي فهي مش عايزة تستورد غاز مسال لان انا بيبل وتوجاز طبعا اغلى تكلفة بكتير من خطوط الغاز الممدودة في المنازل وعلشان كده كانت الدولة عارفة طبعا ان هي داخلة على اكتفاء ذاتي هيوفر 27 مليار جنيه بالمناسبة من الاستيراد لمصر طبعا دول هيتضخوا في الصحه والتعليم طبعا مردود اجتماعي صريح على المواطن اشتغلنا عليه ودعينا المواطن ونزلنا وشفنا ازاي المبادره بتاعه الوزاره رد فعل المواطن يا فندم كان عامل ازاي في الشارع المصري هم كانوا مبسوطين جدا ان في حاجه مجانا يعني هو الموضوع بقى مجاني ان انت هتقدم على الغاز من غير ما تدفع صحيح لان تكلفه دخول الغاز كانت غاليه جدا للبيوت فانت هتقدم وهنقسط لك من الفاتوره يعني انت هتدفع 10 جنيه هتدفع 30 كل شهر فانا كده هاخد منك 20 جنيه بس وانت عندك غاز بدل ما تروح تشيل الانبوبه وكده هي الدوله ليها توجه اخر توجه حميد طبعا ان هي عايزه لما توصل هتقلل من الاستيراد لاني انا بجيب البوتاجاز متستورد فانا كده عندي اكتفاء ذاتي من الغاز هبتدي ان انا اوصل لكل المواطنين مجانا وانا اللي استفاد وهو يستفاد هو كمان فدي رأى مردود عالي جدا عند المواطنين في زحمه دلوقتي في المكاتب بتاعه عظيم كويس جدا وغير المشروعات يعني احنا بنلقي الضوء على الغاز وكان عندنا والحقيقه مجله حواء ليها نشاط اجتماعي جيد جدا في الفتره الاخيره يعني بنلاحظ انه في توعيه بشكل كبير للمواطنين بحملات مختلفه وفي نفس الوقت الاحداث الاجتماعيه والمردود الاقتصادي بتاع المشاريع القوميه على المواطن المصري وده مطلوب حاليا من الصحافه والمردود السياسي وازاي المراه مشتركه دلوقتي يعني نسبه المراه في المحافظين عملنا موضوع برضو عن القيادة تولي المرأة مقعد القيادة أو الشباب القيادة عموما لو شفنا أربع نواب من المؤتمر من الرئاسي من المشروع الرئاسي لتأهيل الشباب ده في أربع نواب محافظين كلهم سن شباب خريجين 2012 وكلهم معظمهم دكتورة نهال ودكتورة رباب كلهم يعني أنيسات بنات صغيرين فعملنا موضوع على كده وشفنا ان ازاي هم وكان كل هم الشباب يعني خدوا صلاحيات فعلا يعني احنا لما نزلنا على يعني بصينا اللي تابعناهم في العمل وكده لقينا فعلا اشتغلوا نواب محافظين وخدوا صلاحيات كفتيات وبينزلوا على ارض الواقع وكشباب وواخدين صلاحيات مش مجرد ان الدوله عامله ده ديكور ان انا عندي مش شباب مش تايتل فقط لا غير انا عندي شباب نواب محافظين او عندي شباب نواب وزراء موجودين واشتغلوا جولات ميدانيه وابتدوا يتفاعلوا فعلا والقينا الضوء على كده في حواء من ضمن الاحداث الجاريه اللي احنا القينا الضوء عليها الفتره الاخيره ويمكن الهجره غير الشرعيه برضو كانت عندنا ندوه للسياده وزيره الهجره منى مكرم وكانت بتكلمنا عن دور اكاديميه نبيلة ناصر مكرم. نبيله مكرم اسف منى مكرم لا
في توافق بينهم وبين اكاديميه نصر، لان الشباب المهاجر دول ما يعرفش حاجه عن مصر. وهو اللي بينقل علينا الصوره بره. فاحنا عملنا ندوه وهي برده كانت عندنا من اسبوعين، وكلمتنا ازاي الاكاديميه بتشترك مع الاكاديميه ان هي بتدعو الشباب دي من رومانيا ومن اوكرانيا ومن دول اوروبا وشرق اوروبا وغربها، بييجوا يقضوا 21 يوم تقريبا هنا في الاكاديميه، بيتعرفوا على مصر اكتر، بيرتبطوا بالوطن، بيكونوا هم الاعلان بتاعنا بره. دي كانت حاجه جميله قوي يعني احنا شفناها. وبيقضوا اوقات في شرم الشيخ واوقات هنا، غير ارتباطنا بالجاليات بقى اللي هي اصلا كانت مقيمه يونانيين وكبروسيين كانوا مقيمين مثلا في مصر. الجاليات دي بتنقل صوره ثانيه خالص، اللي هم زي الارمن دول قاعدين في اليونان. دي برضو حمله كانت مهمه قوي، حمله جذور، يعني اعتقد انه دي كان احتفال السيد الرئيس حضره وكان في عدد كبير من الجاليات الاجنبيه اللي كانت عايشه في مصر ويعني حاسين بافتقادهم للوطن. كانوا من يومين هم كانوا لسه في القاعده البحريه في اسكندريه من يومين مع الوزيره في القاعده العسكريه، وكانوا في اسكندريه بيزوروا الجذور. هم لما بيخرجوا بره ابتدوا في موضوع من قبرص واليونان ورايحين انجلترا، يعني هم نفسهم رايحين انجلترا، هم بينقلوا بقى، احنا يعني بنوفر على نفسنا شغل صاره بحالها. هم بالطريقه دي وهم منهم، يعني هم يقدروا يوصلوا الرساله ان يعني هم من البلد اللي هم قاعدين فيها. وعلى فكره دي احسن وسيله للدعايه هي يعني الكلمه. الكلمه اللي بتوصل من المواطن للمواطن دي احسن سبل الدعايه والترويج لاي شيء. مواطن من نفس الجنسيه يعني هو لما بيتكلم اليوناني هو ما بيكلموش على انه استاذ مصري، ده هو بيتكلم معاه وبيخاطبه بنفس لغته وبنفس ما كانوا بيقولوا المكان ده لما تروحوا هتلاقي فيه خدمات فدي صوره جميله جدا بنقلها، وده كان من ضمن اللي احنا القينا عليه الضوء في المجله برده في الفتره الاخرانيه. وغير التعليم يعني لو دخلنا على موضوع التعليم والنظام الجديد وايه اللي مطلوب في والحقيقة ده مطلوب أكتر من الصحافة في الفترة الحالية، أنه توعية المواطنين أو تثقيف المواطنين بالمناهج الجديدة في التعليم. لسه يمكن الفكرة مش واصلة لكل مواطن، ولكن مردودها هنشوفه أكيد مع مرور العام الدراسي. يعني دي أول سنة يتم تطبيق في النظام الدراسي الجديد في عدد من المدارس وخاصة الابتدائي، ومطلوب أنه يبقى فيه استجابة من المواطنين مع السادة المسؤولين، بالإضافة لتوعية وتثقيف من خلال وسائل الاعلام المختلفه سواء صحف او مجلات او محطات. بالظبط، الموضوع مش ضرر ليهم يعني هو كانت وفي الاخر الفايده راجعه على الطفل والمواطن. دايما الناس بتخاف من التغيير. طبعا انت هتغير، انا ماشي طول عمري على كذا. ابني بيروح الامتحان اخر السنه بياخد كذا، طب احنا مش عايزينه يروح الامتحان بالتلقين. هو ده المشروع، يعني هو المشروع قايم على كده. مش عايزين تلقين، احنا مش عايزين يقيسوا درجات، احنا عايزين انشطه. عايزينه انشطه ونقيس على الانشطه دي، ومش مهمته تبقى ينجح ويسقط، مهمته يبقى اتعلم ايه، واحنا نقيس التعلم ده من خلال اللي بيحصل من انشطه. وهو ده اللي قايم عليه، بدل الحفظ استيعاب. يعني هو بيعمل استيعاب، بالذات الطفل الصغير ده ما يشيلش هم امتحان، يعني ما يشيلش هم امتحان وان انا رايح بكتاب وجاي اخر السنه بشنطه تقيله. لا، ده في مجموعه انشطه هتقوم بيها في الفصل بتتقيم عليها، وده اللي قايم عليه لغايه هيبقى لغايه السنه وبعد كده. بس طبعا قبل ما يتطبق لغايه السنه هياخد ل 2026 تقريبا. فهو ماشي كي جي 1 تو واولى ابتدائي دلوقتي، وبعد كده تعريب المدارس، تعريب المدارس اللي هي التجريبيه. انا تتعرف في ابتدائي، لان الطالب كان بيطلع ضعيف الهويه بسبب اللغه. يعني الطالب بيطلع انجليزي كويس، مواد باللغه الانجليزيه زي الحساب والمواد الثانيه والتسقيفيه زي العلوم، وبيطلع ضعيف في العربي، ودي بتفقد نص هويته، يعني بتعمل معاه مشكله بعد كده. فالتربيه والتعليم اللي هي عايزه تقوم بيه ان هي تعرب التجريبي اللي هو الرسمي التجريبي في الابتدائي، وتيجي في اعدادي كله حكومه وتجريبي تبتدي تدي وتدي له لغه انجليزي، يكون كويس جدا في اللغه الانجليزي، ويبتدي من اعدادي يبتدي يدرس مصطلحات رياضيه بالانجليزي، يدرس علوم مصطلحات بالانجليزي اللي هي تخدمه بعد كده في حياته العمليه. تخدمه بعد كده، بحيث ان هو يفضل مرتبط وهو طفل كده بالبيئه اللي هو طالع منها. كاتب الصحفي الاستاذ محمد عبد العال، شكرا لحضرتك واهلا بحضرتك معانا النهارده. بحضرتك. في مصر. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد، ومصر دايما جميله.